هناك أيضا يعني احتمالات بأن يكون هناك تطورات مستجدات على الساحة العالمية في المرحلة المقبلة من خلال سياسات تتأثر بها الكثير من مناطق العالم، مما قد يكون هو متوقع سلام يسود منطقة الشرق الأوسط، متغيرات في أوروبا وهكذا في كافة قطاع العالم المتوترة، تغيير في السياسة الأمريكية الإيرانية، في كل هذه الأشياء التي من الممكن أن يكون لها تأثير في حدوث تغيير في العالم. ولكن كيف سيكون الوضع الجديد، هذا ما سوف ننتظره في المرحلة المقبلة إن شاء الله.